الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه ها فيغفر للمؤمنين، اجعلنا منهم. يقول لك أنا إيماني ضعيف يا سيدي. والله أنا بسمع حاجات عجائب جدا، كأن يعني أنت جاي لك الطاعة لحد عندك وأنت مستكترها على نفسك. أنا مش مستحق الأمر ده، أمر يزعل والله. طيب فيغفر، يطلع الله عز وجل على خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين. ياه، ازدادوا غي بقى، ازدادوا غي في الكفر. ويدع اهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. يسيب المين ما يغفرلوش؟ بتوع الحقد. الحديث الثاني اللي يفسر الحديث ده حديث عن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله ليطلع في ليله النصف من شعبان فيغفر لجميع خلق، كل الخلق الا مشرك، واحد بيشرك بالله استغفر الله، يعني ما بيقولش لا اله الا الله، او مشاحن. عارفين مشاحن يعني مش اتنين متخانقين، لا يعني بس ده متخانق وقلبه كله غل وحقد على اخوه المسلم، يعني مش مشاكل عاديه. يقول لك طب ما نسامح بقى، وسامح يا ابو مسامح وما اعرفش ايه والحاجات الاناشيد اللي طالعه دي. نسامح بعض، ويبقى فعلا ما فيش في قلوب الواحد، نظف قلبك كده وطهر قلبك وسامح كل الناس وعفو على كل الناس عشان ربنا هيغفر لكلهم الا الاتنين اللي متخانقين دول. ومش خناق بس، يعني مبقاش طب ما في بينا بيحصل مشاكل بينا وبين كذا وبيننا وبين كذا، يعني في مشاكل بس مش في قلبك غل وحقد يعني. ونعمل كذا وبتاع، نخصمهم يوم وبتاع بعدين نصالح في تاني يوم عشان خاطر بس يعني ايه، خيرهم من يبدأ بالسلام. لكن مشاكل ينفع يتسامح عليها وينفع نسامح بعض عليها، لكن مشاكل بتيجي الجمال اللي انتوا كاتبينه، مشاكل العرض ولا الدم، لا في حدود، دي مش مشاكل. نوصف بس ونسمي صح، دي حدود. يعني اعمل يعني خلي قلبك حلو. السلام عليكم، ازيكم، عاملين ايه، كل سنة وانتم طيبين، والله ما تنسوناش من الدعاء من نص شعبان وعلى كذا ومش عارفة ايه، راح تتصل بينا بس. على الاقل انا قلبي ربنا شاهد ان قلب ابيض سليم جميل حلو، اما ربنا يطلع عليه امتى؟ انت النص من شعبان امتى؟ هيحفظه يوم السبت الجاي ده، اذن المغرب جايب عيالك وقاعده كله على القبله، كله قاعد على السجاده، اعملوا اي حاجه بقى، يقوموا بقى يصلوا المغرب والسنه، وبعدين نقعد نتكلم عن الله عز وجل شويه، وبعدين نتكلم عن الرسول عليه السلام، وبعدين نعيط لنا شويه وندعي، وخلي كل عيل من اولادك يدعو، وهات الراجل ابوهم بالمره غلبان مسكين، اتيه بالمره يدعي، او لو مش موجود اتصلوا عليه وحضروه الجلسه الايمانيه اللي انتوا بتعملوها دي. طبعا ما ثبتش حاجه في ليله النصف، وهنقول الكلام ده النهارده، بس على الاقل الله عز وجل لما يطلع انا من قبلها. طب احنا من قبلها اهو الحمد لله رب العالمين، احنا يوم الاربعاء والحمد لله يا رب، نبتدي بقى نصفي نفسنا ونستقبل كده الايام الجايه بايه، النفحه الجميله دي بايه، بقلب سليم. كان عطاء ابن يسار بيقول على ليله النصف من شعبان، بيقول: ما من ليله بعد ليله القدر طبعا افضل من ليله النصف من شعبان، يتنزل الله عز وجل او تبارك وتعالى الى السماء الدنيا فيغفر لكل العباد، يطلع على كل العباد ويغفر لهم، الا مشرك او مشاجر، واحد بيتشاجر واثنين متخانقين، او قطع رحم. طب اعمل ايه؟ ذكر، لانه قال اذكروا، اذكروا الله، ذكر. قلب يا جماعه، الذكر اقسم بالله الذكر بتاخد عليه ثواب باللسان حتى لو القلب ما حضرش. طيب حضر القلب، ما تاخد على الاثنين، ذكر، صلاه، توبه، ابعد عن الفتن والشبهات، ما فيش بطوله هنا، ابعد عن الشبهات تماما، ما تعرضش قلبك للفتن ابدا. الذكر والصلاه، ده ما نظبط صلاتنا بقى، نظبط صلاتنا وخشوعنا بقى، والناس اللي سايبه السنن دي تصلي السنن، الرواتب والنوافل، نوكو زواب، صوموا بقى، ونخلي الايام الجايه اهو الخميس اهو بقى ايام شعبان يا سيدي، يلا لحد يوم الشك ولا يومين الشك، حددوا ورد ثابت من القران ما توقفوش، يلا ابداوا قراءه، ورد قراءه، ورد حفظ، ان شاء الله لو 3 ايات ولا 5 ايات خلوهم 5 او 7، وتختم على 2.5 سنين على فكره، حلو يعني الصفحه اللوح على 2 سنين ان شاء الله وشويه. تدبر، وابقى فاهم القران بيقول ايه، ده احنا يعني سمعنا بس، حد دلوقتي ماسك ما شاء الله فيديوهات مدرسه لغه عربيه كده عماله تطلع البلاغه في القران في الكلمات، جميل جميل، فيديو دقيقه ولا دقيقتين تحفه جدا. احنا عايزين نفهم عن القرآن ونسمع، والحاجات الجميلة دي بتخلي القلب يفهم معاني القرآن. وادعوا، الدعاء
الدعاء ده ربنا كتير، ربنا يصلح قلوبنا، وربنا يصلح قلوبنا ويخليها اهل لاستقبال رمضان وكل ايام السنه، ونبقى عباد ربانيين بجد، وان ربنا يبلغنا رمضان ويجعلنا اهل للجنه اللي بتدعي يا رب اجعل لي زوارا يا رب، احنا يا رب اجعلنا منهم الزوار بس، نبقى من اصحابها.